سلامة، انت كنت بتسأليني عن حاجة بالنسبة للنظارة. النظارة دكتور يعني بعد العملية بأسبوعين. احنا النظارة الشمسية بعد عمليات الفيمتو ليزك تستعمل بره البيت اول شهر بس، لكن جوه البيت مش محتاجين خالص ان احنا نستعمل النظارة الشمسية. طب ونظارة الحماية اللي كانت في الشنطة نعمل فيها ايه؟ اللي هي بتبقى فيها فيل من جوه دي، دي عند التحمير، عند دخلة ساونا، حرارة، دخان، بخور، هي دي عند الحماية جوه البيت. خدي بالك ان النظارة اللي بتيجي في الشنطة دي مش نظارة أصلية، إنما نظارة حماية. النظارة الأصلية هي اللي بتتشارك بمحلات النظارات اللي بيبقى فيها حاجب للأشعة فوق البنفسجية. واضحة النقطة دي؟ احنا ان شاء الله محتاجين باذن الله. انت كده خلصت اللهم صل على النبي شهر من العمليه، النظر الحمد لله كويس جدا، غيرت انواع الادويه، ضغط العين بتاعك شويه عالي لان عندك حساسيه من الكورتيزون، وده في 8%. عندك قطره الكورتيزون بدات اوقفها، وكتبت قطره لضغط العين عشان المره الجايه ننزل تحت ال 20، وغيرت قطره الترطيب كمان مره. كلامي واضح؟ تمام. هيبقى بس ايه الملاحظات بتاعتك اللي انت شايفاها استفدتي منها من عملية الفيمتو ليزك؟ والله الحمد لله ارتحت في مستويات السلامة دي. ايه اللي بالتحديد ريحك يا غالي؟ كل شيء، العدسات، النظر. كانت تعباكي العدسات، الصداع؟ طب الحمد لله. الحمد لله نكسب دعوتك في ظهر الغيب ان شاء الله، اطمن عليكي باذن الله قبل رمضان. موعدنا في رمضان هتبقى من الساعة 10 بالليل بعد التراويح.